دكتور، منذ فترة ونحن نسمع عن ملف حملة البورد الأجنبي العالق، بماذا تطالبون وما هي قضيتكم؟ ست عزيزة، احنا أطباء تحصلنا على شهادات من البوردات الأجنبية من دول متقدمة ومعترف فيها. أتينا إلى الأردن للعمل في الأردن، ولكن اصطدمنا للأسف بوجود معوقات لعدم الاعتراف في شهاداتنا. نحن أطباء مارسنا العمل في الخارج وفي الداخل، ومعظم حملة أطباء البورد الأجنبي السواد الأعظم منهم يعمل في وزارة الصحة. المجلس الطبي اختصر الموضوع في أنه من تقدم بعد سنة 2001 وحصل على شهادة البورد الأجنبي لا يتم الاعتراف بها، وهذه هي الحجة للمجلس الطبي. أما الشهادات البورد الأجنبي كلها معترف فيها في بلد المنشأ أو بلد الإصدار تبع الشهادة. دكتور، أنتم تطالبون بمعادلة شهاداتكم لبورداتكم الأجنبية أسوة بمن عادل من قبل، هل تم فعلا معادلة لبوردات أجنبية بتخصصات رئيسية وفرعية رغم مخالفتها للقانون؟ نعم ستي، تم معادلة البوردات آخرها في 2021، وقبلها 2019، وقبلها ب 2013، وذلك مخالفة لفقرة زين. الفقرة زين الذي نصت على من بدأ الإقامة أو التخصص بعد 2001 لا يتم الاعتراف به، ويجب عليه إقامة تقديم البورد الأردني. وبذلك لحد الآن مشكلة متوقفة ولا نستطيع أن نعمل أي شيء. على الرغم من توصيات لجنة وزارية نقابية سابقة بحل قضيتكم دكتور، لماذا لم تطبق بنود هذه التوصيات ومنها بند معادلة الشهادات؟ سيدة العزيزة، اللجنة هذه أنشأها الدكتور نذير عبيدات مشكورا، وتمت رفع توصيات كثيرة منها إلى المجلس الطبي. طبعا بعد توصيات اللجنة القائمة على الدراسة في هذا الموضوع، ومنها معادلة الشهادات الأجنبية. لكن تفاجأنا عندما تم التغيير الوزاري بإيقاف جميع التوصيات من اللجنة الذي خصصها الدكتور نذير عبيدات. تم تجميد كل القرارات ولحد الآن لا يعمل بها. دكتور، فقرة زين التي تطالبون دائما بإرجائها كحل وسند قانوني لقضيتكم، ما هي هذه الفقرة بالتفصيل؟ تنص على أن من بدأ في الإقامة أو التخصص منذ عام 2005 وليس 2001، حيث صدر القانون في تاريخ 30/6/2005 وصدق عليه، أنه من دخل التخصص بعد هذا التاريخ يجب عليه أن يقوم بإجراء الإجراءات القانونية للتقدم للبورد الأردني. ماشي، هذه الفقرة زين طبقت على أشخاص ولم تطبق على أشخاص. الآن التخصصات الفرعية في آخر المعادلات لم تطبق فيها الفقرة زين، تم تجاهلها تماما، وعند المواجهة بالمسؤول أو المجلس الطبي يقول أن هذه التخصصات فرعية. ما الفرق بين التخصصات الفرعية والتخصص الرئيسي؟ التخصص الرئيسي والفرعية هي تخصصات طبية داخل ضمن منظومة القطاع الصحي ويجب عليها أن تطبق، فهذه كلها معادلات غير قانونية، ويجب عليهم إذا عادلوا المخصصات الفرعية أن يعادلوا الفرع الرئيس. لأن معظم الأطباء الآن الأخصائيين الذي يقال عليهم أخصائيين ومسماهم طبيب عام يعملون في وزارة الصحة يعاملون كطبيب عام، ولكن كشفية أخصائي وإجراءات أخصائي، وهذه مخالفة للقانون. يجب عليهم معادلة الشهادات للخريجين البورد الأردني وخريجين الشهادات الخارجية، معاملتهم بسواسية بالتساوي. لا يجوز أن تجعلني أعمل في التخصصات الطبية الرئيسية وتعاملني كطبيب عام، وفي الجهة الأخرى تعادل تخصصات فرعية. لا أدري كيف عدلت هذه الشهادات التخصصات الفرعية وتجاوزت فقرة الزين، وعندما راجعنا قالوا هذه تخصصات فرعية نحن بحاجة إليها. طب التخصصات الرئيسية الآن الموجودة، معظم الأطباء في المستشفيات
يعملون في المستشفيات الفرعية وليس في المستشفيات الرئيسية، يقومون بإجراءات كاملة كأخصائي. كفى يعني نطالب الآن كتنسيقية، تنسيقية حملة البورد الأجنبي، أن تتم معادلتنا، معادلة شهاداتنا أسوة بمن سبقنا وبمن يحملون هذه الشهادة. معظمهم الآن يحملون هذه الشهادة، تمت معادلة لهم. الآن قسم منهم حوالي 400 طبيب لم تتم معادلة لهم ويعاملوا كطبيب عام، وعند الخروج من الصحة يتم يعني يحولوه على التقاعد، يحول إلى طبيب عام